أبدأ معك دكتور علي مهيوب العسلي، والأكاديمي والمحلل السياسي. كما قلنا في بداية هذه الحلقة، فإن اتفاق الرياض يعد فرصة ربما للسلام، وربما أيضا فرصة لاستعادة المؤسسات واستعادة الدولة لكيانها ومؤسساتها. ما أبرز الخطوات التي تمت في الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض حسب الواقع على الأرض كما ترى، وهل هي كافية لمرحلة جديدة من العمل والسلام؟ أسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا هذه بداية خير، رغم أن المتشائمون كثر، ورغم أن المنتقدين أيضا كثر، ورغم أن الواقع أيضا يعني يكتنفه كثير من الغموض والحيرة، لكن البداية طبعا هي بداية موفقة، والثقة والإرادة والثقة بين الأطراف هي السبيل الوحيد للوصول إلى المبتغى. لا يستطيع المرء أن من خلال بعد أن يحكم على عادة يعني الانسحابات العسكرية كما ينبغي، لكن الرعاة قالوا أن الانسحابات تمت ولو أنها بشكل مستعجل، بينما الترتيبات الأمنية لم يتم الحديث عنها. وهذا يعني أن إشكالية يعني بالنسبة للشرعية وعودتها يرتبط أساسا بالجانب الأمني، أما الجيش فمهامه محددة والمفترض أنه يتجه إلى الجبهات لإنهاء الانقلاب، لكن الترتيبات الأمنية هي متعلقة بحماية الرئاسة والمؤسسات ومجلس النواب، ويعني وعدم وجود فوضى وعوائل إلى آخره. وهذه لم يشر إليها في قبيل إعلان تشكيل الحكومة، ولكن الأمل يحدونا أن يتم بسرعة وأن تعود الحكومة إلى العاصمة عدن، وكذلك الرئاسة ومجلس النواب. دكتور علي، في تساؤل مهم اليوم، هناك فصل القوات في أبين، لكن جاءت قوات عسكرية وهي قوات العمالقة للوسط واستعادتها من الجبهات إلى هذه المنطقة، بينما المعلن أن الفصل يستهدف وإخراج القوات يستهدف انتشارها في الجبهات. تعليق أولي، وأيضا تلك الصورة التي شاهدناها اليوم في عدن من استعراض عسكري لقوات أمنية غير حكومية رفعت أعلام شطرية مع اختفاء علم الجمهورية. هذا المشهد كيف يمكن ملائمته أو موائمته أو قراءته؟ صدقنا أن إذا لم تتوفر حسن النية وحسن الظن بالجميع فإن المشكلة ستظل قائمة، يعني لا نريد أن تتكرر أن الحوثيين يسلمون للحوثيين كما في الحديدة. لذلك لا ينبغي أن يكون في أبيان نفس الشيء، المفترض هذا تراجع، يعني المفترض أنه تتحرر الحديدة من قوة العمالقة وهي كانت لها الصولات والجولات في الساحل الغربي، وإذا بها ترجع تفصل بين قوات المفترض أنها في خندق واحد لإنهاء الانقلاب. أنا هنا في بعض التحفظات، ولكن خلينا نمشي يعني نقول بحسن النية ونقول إنه لمرحلة مشان إبعاد التوتر يعني الحدة الحاصلة، وإن شاء الله كما رأيناهم يعني يسلموا على بعضهم بكل سلاسة تم إعادة الانتشار. نتمنى أن يتحدوا كقيادة واحدة جماعية لاتجاه للجبهات، وأن تكون المدن من اختصاص الشرطة المحلية وأيضا حراسة المنشآت فقط لا غير. دكتور علي، هذه النقطة من الاتفاق التي لم تنفذ بالشكل اللازم، أو النقاط التي لم تنفذ بالشكل المطلوب حسب الاتفاق، لدينا دخول الأجهزة الأمنية والقوات الأمنية إلى زنجبار، ولدينا في عدن أكثر من نقطة تسليم الأجهزة الأمنية، دخول الحماية الرئاسية وتسليم السلاح. ما هو المشهد في ظل هذه الإجراءات وفي ظل هذا الواقع من التنفيذ؟ اسمح لي أخي، أولا أنه إحنا كمحللين وكإعلام المفترض نبني على الإيجابي، حتى نعظم الإيجابي ونقلل من الإخفاقات، رغم أن الإخفاقات نسلم فيها موجودة وبالثقة سنتجاوزها.
نعم الحقيقة أن اللي يجري في عدم التنفيذ هو، ولا نريد بالفعل أن نسمع كما هو حال اليمنيين، نريد في هذا الاتفاق وتنفيذه أن يكون مختلف عن الاتفاقات السابقة. عقب كل اتفاق كانت تجي موجات عنف وقتل واقتتال، لا نريد، وهذا محتمل، لكن لا نريد أن نصل إلى هذا، بل نصل إلى ابتكار طريقة جديدة بعد 6 سنين من الحروب، بعد ما خاض خضناه سويا، كلنا صار الوضع مأساوي لا يتحمل. علينا أن نبدع في فكرة جديدة، وهو التعايش، وأن نقبل بالآخر، وأن نكون في صف واحد لإنهاء الانقلاب وفكرة السلالة وتوريثها للبطرين. نعم، ثم نعود إلى إذا المقدمة الصحيح. الصورة يمكن أن تتعدل في قادم الأيام، أم أن الصورة حسنة في الأصل والإعلام يراها رؤية خاطئة؟ لا، الإعلام لا يرى، بس يضخم أحيانا السلبيات موجودة ترافق أي عمل، لكن هذا الاتفاق بعد أن أصدر قرار إعلان الحكومة يعني الجانب الشرعي أدى عليه فعلا، وقد تنازل حتى عن صقور الحكم فيه، يعني ولم واستبعدهم من تشكيل الحكومة من شأن إنجاح هذه الاتفاقية، وأعلنت الحكومة. الآن الاختبار للشرعية وللانتقال، وأيضا الدولة الراعية، لا ننسى السعودية هي الداعمة الأساسية، وبالتالي نجاح العملية هو نجاح لها، وإخفاقه هو إخفاق لها باعتبارها رعته من الصفر حتى الآن، وهي مستمرة فيه. ولا بد من إعادة الروح للدولة وإعادة الشرعية لعدن، وليس إعادة عدن لأهلها، عدن بين أهلها، ولكن إعادة السلطة الشرعية إلى عدن وممارسة أعمالها وإنقاذ الاقتصاد وانهياره وإخراج اليمن من المجاعة القادمة إليه ودفع رواتب الموظفين، وفي أولويات مهمة مهمة للغاية، علينا أن على الحكومة أن تسعى لها بكل جد لتلامس حاجات المواطن واحتياجاته. معك دكتور علي، أختم بمقتضيات المرحلة، ماذا عنها؟ والله أنا بالنسبة لي متفائل جدا، أولا أنه عودة الروح للحياة السياسية الحزبية التي كانت قد جرفها الحرب ودمرت وكادت أن تتلاشى الأحزاب، أن تتشاور الأحزاب وتشكل حكومة وإن كانت ناقصة للمكونات الشبابية والمرأة، إلا أنه خير من ألا وتهامة تكون، وتهامة إقليم وتهامة أيضا طبعا أنه في إشكالية، لكن ستعالج هذه الإشكالية في المراحل القادمة. أتمنى أيضا لا يتم المحاصصة في المسائل الفنية من وكيل ومدراء عموم وسفراء إلى أن تقاسم، يكفيهم التقاسم على المناصب السياسية ويضعوا الكفاءات في المناصب الفنية حتى الوكيل وهكذا. إذن المشهد في اعتقادي أنه لا خيار إلا بعودة الرئيس، والرئيس سيعود إذا أرادت السعودية والراعي باعتبارها الراعي، وانه انتهى يعني، وانهم بدايه سلام لسلام شامل على مستوى الجمهوريه اليمنيه، لابد ان يختبر هذا الاتفاق ويتم نجاعته حتى يتم تعميمه.